بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه نبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، فقد شرح الله تبارك وتعالى صدري لهذه الدورة الطيبة المجانية لأول مرة بفضل الله تبارك وتعالى. هذه الدورة أيها الأحبة بناء على خبرة سنوات، قد جعلني الله تبارك وتعالى سببا لشفاء البعض، وكان ذلك قبل أن أتفرغ لتدريس القرآن الكريم وعلومه. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة على طاعته، اللهم أمين يا رب العالمين. هذه الدورة أيها الأحبة بعنوان الدورة الشاملة في تعليم الرقية الشرعية. الدورة الشاملة في تعليم الرقية الشرعية، إزاي انك انت تتعلم الرقية الشرعية عشان تعالج نفسك بنفسك، ازاي تتعلم الرقية الشرعية عشان تستطيع انك انت تعالج غيرك ان شاء الله تبارك وتعالى. هذه الدورة ايها الاحبة لمن يعاني من الآلام والأوجاع، عافانا الله تبارك وتعالى وإياكم، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الصحة والعافية، اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. هذه الدورة أيها الأحبة لمن يعاني من مس الجن والسحر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه الدورة لمن أراد أن يعالج نفسه بنفسه حتى يكون من الذين يدخلون الجنة. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما سيتبين لنا في أثناء الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى الدليل على ذلك. هذه الدورة لمن أراد أن ينفع غيره، حتى يعني تكون يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس أنفعهم للناس، إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الدورة أيها الأحبة لعدم الذهاب إلى الدجالين والعرافين، ومعلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. عشان كده أيها الأحبة كانت الدورة الطيبة دي، قبل ما أقول لك لا تذهب إلى دجال، لا تذهب إلى عراف، لا تذهب إلى كاهن، لا تذهب إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين، عايز أديك البديل إن شاء الله تبارك وتعالى. هتعالج نفسك إزاي؟ هتخرج إزاي يعني من الأمر الذي أنت فيه أو البلاء؟ يبقى معاك البديل إن شاء الله تبارك وتعالى عندما تدرس معنا في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أسأل أن ينفع بها وأن تكون في موازين حسناتنا جميعا. طيب ليش هنشترك ازاي؟ سجل اسمك بالتعليق، وممكن طبعا تكتب اسمك الصريح، او البعض ما بيحبش انه يكتب اسمه الصريح على شبكة الانترنت، لا بأس، ممكن اكتب اسمك المستعار ان شاء الله تبارك وتعالى ولا حرج. رقم 2، سجل متابعة للصفحة الخاصة بي، طبعا الصفحة الرابط برضو سأضعه أو موجود في أسفل الفيديو في الوصف إن شاء الله تبارك وتعالى، عشان تتابع من على الفيسبوك لو أنت عايز تتابع على صفحة الفيس، وكذلك للوصول سريعا للحلقات إن شاء الله تبارك وتعالى، والدورات المستمرة بعد يعني بعد هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك اشترك بقناة التليجرام عشان هننشر الحلقات عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، وقناة اليوتيوب الذي يعني الفيديو الآن يعني عليها هيكون برضو البث المباشر موجود هنا إن شاء الله تبارك وتعالى على القناة. طبعا المدة هتكون 30 يوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وربما يعني يزيد قليل، نسأل الله تبارك وتعالى التيسير. موعد البدء إن شاء الله تبارك وتعالى يوم 15/7 من هذه السنة، يعني بعد أسبوعين تقريبا كده من الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى على
التيسير والسداد والبث المباشر على اليوتيوب والفيس كما قلت لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وسيحصل الدارس على شهادة إجازة في الرقية الشرعية يعني إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا ويتقبل الله عز وجل منا ومنكم. محبكم هشام حيدر الأزهري أستاذ القرآن وعلومه بالأزهر الشريف. جزاكم الله خيرا وتقبل الله عز وجل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.